يا هلا بالحلوين، تعالوا يانا اليوم راح نسوي أطيب شاكرية باللحمة، موزات لحم خروف خرافية. يا هلا بالحلوين. طبعا اليوم راح نسوي شاكرية سورية. تمام، جهزت اللحم اللي هي عبارة عن موزتين وقطعة من الضلوع. أنا حبيت أشكل اليوم بالشاكرية، جهزتها وراح نيجي على المكونات الثانية شلون نسوي هاي شو اسمه اللبن واللي يخلوها بالمرقة. اللي نحتاجه لبن، ملح، بيضاية، نشا. نخليها بالعلبة صغيرة أو خلاطة أو أي شيء، أنا عندي هالندر راح أطرقها سوية. تمام، بعدين ننزلها بالتدريج على المرقة مال اللحم. تمام، ونخبط بيها لما تثخن، وبعدها نطبق شعرية على تمن ونرجع لكم فيديو مال مقبل. يا شباب، وهاي جهزنا اللبن، البيضة هاي دا تشوفوها، النشا ملعقة واحدة، وملح بس مو هاي لان احنا مملحين المرقة مال اللحم. شوفوا لي هذا الموزة هاي مفلسة تايخة، وال شو اسمه الضلوع تم جهزناه راح نطبخه. شعرية وموجودة، نرجع لكم ان شاء الله ورا ما نخلص هاي. ورا ما نخبطها يا شباب راح شنو نضيفها على المرقة بالتدريج. يا شباب، وهاي ورا ما حمينا المرقة مال اللحم راح نضيف شو اسمه اللي سويناه، اللبن بالنشا والبيض، والشعرية نجهزها مقدما. تمام، راح نرجع لكم. هذه تنضاف بالتدريج وتنخبط شوية شوية لي ما تتجانس، ما يصير كلها جرة واحدة، وتخبط. ما عندك شغل عمل بس تخبط، اخبط بوي اخبط. سو بعدنا طبعا اذا نحتاج راح شو اسمه نسوي همينه لي ما يتخن. يلا تعفوه. هنا أنا يا شباب ورا ما تجانس وصارت هيج طريقة مالتها او شو يسموها شاكرية، راح ندير اللحم فوقها. اللحم اللي عندنا راح ننزله شوي شوي. شوفوا لي او عظم مالته خليه يتجانس. شوفوا لي هنا هذا بقي تقريبا شي 5 دقائق بس يتلبس او يتلابس مثل ما نقول احنا، ونرجع لكم هسه راح نروح نطبخ التمة. نشوفكم ان شاء الله.